ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا التمغربيت الفنان جاد المالح يحرج مذيعة فرنسية: أنا لست فرنسي، أنا مهاجر مغربي. تداول العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تؤكد حلول الفنان الكوميدي المغربي ضيفا على إحدى القنوات الفرنسية، ووثقت الفيديوهات ذاتها تعليق الفنان المغربي جاد المالح على المذيعة الفرنسية الذي كان سؤالها يتمحور حول رأيه كمواطن فرنسي مغربي في توتر العلاقات بين كل من فرنسا والمغرب، ليرد قائلا: أنا لست فرنسي مغربي، أنا مغربي مهاجر بفرنسا. وطالب المتحدث ذاته من المذيعة أن تتعلم والفرنسيين من المغاربة الذين بانوا عن قوتهم في اتحادهم وتضامنهم خلال الزلزال الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية. وجدير بالذكر أن عددا من المشاهير أشادوا برد الفنان الكوميدي المغربي وبافتخاره الدائم بمسقط رأسه المغرب.